عظيم. الله بسمحه السحب يسلم مكتبة الوالد سيد يوسف سيد هاشم السيد أحمد الرفاعي الوزير والناب وشيخ الطريقة الرفاعية صوفيا متروسة كتب إلى يوم يبعثون. الفوائد للشيخ الإمام العلامة محيي السنة وقامع البدعة شمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية المتوفي 751. هو الوالد كان يقول ابن القيم الجوزية صوفي، ولقينا الحين الكتب ابن تيمية الحراني القادري كان طريقته قادرية صوفية، وهو دفن في مقبرة صوفية في سوريا. توزيع دار الباز نشر عباس أحمد الباز ما الباز السرى مصرية من الأشراف حسينين في مكة المكرمة المملكة العربية السعودية. صفح الصفحة فطلع لي هني فصل صحة الإرادة أن يكون هم المريد رضا ربه واستعداده للقائه وحزنه على وقت مرة في غير مرضاته وأسفه على قربه والأنس به وجماع ذلك أن يصبح يمسي وليس له هم غيره. يعني الله الوالد كان يقول أنفاس معدودة في أماكن محدودة بهالولد دنيا مليون كذي، ثم الإنسان يصبح خيال واحد ما يتذكره. فصل إذا استغنى الناس بالدنيا فاستغني أنت بالله، وإذا فرحوا بالدنيا فافرح أنت بالله. الله. وهني يقول زهد أقسام، زهد في الحرام وهو فرض عين، وزهد في الشبهات وهو بحسب مراتب الشبهة، فإذا قويت التحقت بالواجب وإذا ضعفت كنت مستحبا، وزهد في الفضول وزهد فيما لا ينبغي من الكلام والنظر والسؤال واللقاء وغيره، وزهد في الناس وزهد في النفس بحيث تهون عليه نفسه في الله، وزهد جامع لذلك كله وهو الزهد فيما سوى الله وفي كل ما شغلك عنه. أفضل الزهد إخفاء الزهد، وأصبع أصعبه الزهد في الحظوظ، والفرق بينه وبين الورع أن الزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة، والورع ترك ما لا يخشى ضرره في الآخرة، والقلب المعلق بالشهوات لا يصلح له زهد ولا ورع. وهني نختم فيها. قال يحيى بن معاذ كان من كبار الصوفية: عجبت من ثلاث، عجبت من ثلاث رجل يرائي بعمله مخلوقا مثله ويترك أن يعمله لله، ورجل يبخل بماله وربه يستقرضه منه فلا يقرضه منه شيئا، ورجل يرغب في صحبة المخلوقين. كان الوالد يقول عبيد مخلوقين، يقول دنيا دنيا مصايبها كثيرة حشو أشغال وأعمال، يقول كلنا عبيد والمولى يفعل فينا ما يريد، يرغب ورجل يرغب في صحبة المخلوقين ومودتهم، والله يدعوه إلى صحبته ومودته. قمة الصوفية. الوالد كان يذكر قعد وياه مكتبة منصورية، وكان الغرفة الخشبية لما يوله ناس يتخالفون يقول لهم ما في محبة السوريين، يقول له بعد عداوة، يقول لهم أنتم ضامنين المستقبل باكر أحفادكم عيالكم، خلوا شعرة معاوية يتناسبون. بعدين كان يقول كله يا أبنائي لعيالة الخالة وعيالة العمة يغارون بالوظائف، يبصرون بال يعني مناصب النيابية والمناصب القضائية ومناصب الدنيا والاستثمار، فيقولوا ما هي المرحلة اللي هي بعد المراهقة بالتنافس بالدنيا اتركوها، يقول ما تضر، يقول بعدين هذا ياخذ من هذا ويتناسبون وهذا ينفع هذا، وكله لله وشكرا.